بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم طلاب كلية التقنيات الطبية قسم التحليلات المرضية المرحلة الأولى. درسي اليوم للهيومن بيولوجي البراكتيكال، راح ناخذ به اليوم الباراسايتولوجي. درسنا بالمحاضرتين السابقات البلاد سمير وعرفنا شلون نعمل مسحة للدم. درسنا ايضا المختبر البكتيري عن شكل البكتيريا عن كيفية تشخيصها. اليوم راح نتناول علم الباراسايتولوجي وما هو الباراسايتولوجي. بداية طبعا احنا راح نهتم بالجزء الطبي الميديكال باراسايتولوجي. الميديكال باراسايتولوجي is that branched of medical science that deals with the parasites. هذا العلم هو فرع من فروع العلوم الطبية الذي يدرس الباراسايت. شنو هي الباراسايت؟ الباراسايت organisms that live on or in host to obtain their nutrient from another organism. هي كائنات تعيش فوق أو بداخل المضيف العائل. To obtain their nutrient from another organism. للحصول على غذائها من كائن حي آخر. إذن هي لا تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها ولا تعيش سامبيوز علاقة تعايشية مع الكائن الآخر، وإنما تسبب له أذية تتغذى عليه. And causing harm to the host. وتسبب أذية لمن؟ للمضيف أو للعائل. إذن هناك نوعين من الكائنات، أما تعيش on على سطح العائل أو المريض المضيف أو في داخل العائل. شنو on؟ الon نسميها ecto، فوق العائل نسميها ecto فوق المضيف، لكن إذا كان in نسميه endo إصابة داخلية. راح أراويكم هذه الصورة توضح كلامي. طبعا احنا اهتمامنا بالباراسايت راح نهتم بالجزء الاندو. هذا الاكتو مثل ما تشوفون كيف انه هذه الحشرة على القطة على جلدها، كيف انه شو مسويه. هذه الحشرة الارثروبودا مفصليات تعتبر اكتو باراسايت. اما الطفيليات الداخلية الاندو باراسايت انترنا مثل انواع الديدان والبروتوزوا اللي تصيب الانسان. هو طبعا الجزء المهم من محاضرة اليوم. نرجع الى تصنيف الباراسايت. شنو الكلاسيفيكيشن اوف باراسايت؟ الباراسايت تقسم الى بروتوزوا اللي هي الاوليات والهرمنثيس الديدان. البروتوزوا ايش حتشمل لنا؟ تشمل لنا الامويبا، الفلاجليت، السبوروزوا والسليت. شنو الأمويبا؟ الأمويبا هي اللي تتحرك بالأقدام الكاذبة. الفلاجيلات اللي تتحرك بالأصوات. السليت اللي تتحرك بالأهداب. والسبوروزوا اللحميات اللي ما تمتلك أي جهاز اللي أو جهاز أو أداة للحركة. وراح نلاحظ صور عليها وندرسها بشيء من التفصيل. هذه الأمويبا نبدو أنه يعني هذه ناخذين عنها نبذة مختصرة في دراسة العلوم للمدرسة. مثل ما تلاحظون راح ناخذها من الجهة اليسرى للجهة اليمنى ندرسها. أول شيء السيل ممبرين، نعرف احنا كل بكتيريا تتغلف العفو كل خلية حقيقية النواة راح تمتلك شنو؟ سيل ممبرين يغلفها السيل ممبرين. بعدين يجي الإكتوبلازم من ثم الإندوبلازم. بالإندوبلازم راح تنحشر بقية العضيات. الإكتوبلازم حيكون غالبا فارغ من العضيات، والإندوبلازم هو اللي حتنتشر به العضيات الأخرى. من هذه العضيات منه النيوكليوس النواة، وبداخلها النيوكليولس النوية. بعد عندنا الفات دروبلت الدهون، قطيرات الدهون، الميتوكوندريا ايضا
زين. السيدوبودة هذه هي بروزات تظهر من السيتوبلازم مضاف إلها السيل ممبرين، راح تمتد باتجاه الغذاء، تمده وتحوطه بالكامل، ومن ثم ينقطع يعني يلتحم الغشاء الممبرين سيل ممبرين. بالتالي شحاحة تتكون الفجوة الغذائية تتألف من الغذاء ومحاط بالسيل ممبرين، غذاء ومحاط بسيل ممبرين. زين، هذا الغذاء ومحاط بالسيل ممبرين شو نسميها؟ الفود فاكول. هذه فجوة غذائية، فود فاكول، راح تجي يمها العفو اللايسوسوم. اللايسوسوم مثل ما تشوفون الجسيمات الحالة مثل هذه الدوائر البيض، راح تقترب يم هذه الفود فاكول وتنبثق مكوناتها على الفود فاكيول. بالتالي راح تحلل لنا الغذاء. من تحلل الغذاء المتبقي اللي ما ينهضم، ما يستفاد منه، ما تستفاد من الخلية، حيكون الكونتراكتل فاكيول، الفجوة المتقلصة. هاي الفجوة المتقلصة بعملية الإكسوسايتوسيس عكس عملية البلعم الإندوسايتوسيس، راح تخرج الإخراج الخلوي يسموه، راح يخرج للخارج. هذا الفضلات اللي ما تستفاد منها الخلية مثل ثاني أكسيد الكربون وبقية الفضلات. ننتقل الآن إلى، خلصنا من اللي صاحبة الأقدام الكاذبة الأمويبا، ننتقل المن للفلاجيلات الصوتيات. الصوتيات مثال عليها الجياردية مثل ما تشوفون، هذه تحتوي على 4 أزواج من الأصوات، وتحتوي على 2 أنوية، تحتوي على البارابيس البدي، وتحتوي على السكر اللي تتصق به. هذه مثل ما تشوفون جزء من التفصيل، الجياردية لامبلية، هاي التروفوزوت، هذا الجزء التروفوزوت اسمه. هذه السكر مثل ما تشوفون، هذه الممصات اللي تتصق بها التروفوزويد على اليمن على سطح المضيف او العائل حتى تتغذى عليه. النيوكليولس تحتوي على 2 انويه، طبعا شكلها جيارديا لامبليا جدا مميز، الجيارديا شكلها جدا مميز على السلايد، فراح تلاحظون هذا البيرابيس البدي ايضا، واربع ازواج من الفلاجيلا واضحه جدا تكون شكلها شكل الدمعه، وبيها 2 انويه وبيها 4 ازواج، هذين يعني صفه مميزه جدا التروفوزيت. لكن قد في بعض الاحيان نجد السيست هو اللي يمتلك 4 انويه، يعني زوجين من الانويه. هاي صوره الجياردية لامبليا. ننتقل الان للبلانتيديوم اللي هو من السيلي سليت الهدبيات، راح تشوفون مثل ما تلاحظون داير مدار جسمه السلي الاهداب اللي تكون اقصر واكثر عدد من الفلاجيلا. اما هذا البلازميديوم اللي هو سبوروزوا، بلازموديوم هذا يتغذى او يتطفل عليه من على كريات الدم الحمراء، مثل ما تشوفون مثل تلاحظون بالصورة يعني غازيها بالكامل، يعني ممتلئة كرات الدم الحمراء، بالتالي راح تفقد وظيفتها بنقل الاكسجين ويعني حمل الحديد، بالتالي حيسبب نقص بالحديد الهيموغلوبين و يسبب الأنيميا. هذا البلازموديوم طبعا ما راح يمتلك أي وسيلة للحركة مثل الأهداب، مثل الفلاجيلات، مثل السيدوبودة، ما راح يمتلك أي واحدة من هذولا، هو من السبوروزوا. هذا شي يسبب لنا البلازموديوم، يسبب لنا بلازموديوم أكو بيفاكس، أكو فرسيبيرم، هذا راح يسبب لنا مرض الملاريا. شي يسبب مرض الملاريا مثل ما تلاحظون، احنا درسنا ان سليت، درسنا الامويبا مثل انتامويبا هيستولاتيكا اللي تسبب الزحارة الاميبي، الفلاجيلات مثل الجياردية لامبليا، السبوروزوا مثل البلازموديوم، والسليت مثل البلانتيديوم. راح ننتقل الان المن للديدان الهيرامينثس، راح ناخذ النيماتودا والسيستودا والتريماتودا. مثال على النيماتودا هذه أمامكم دهودة الإسكارس، دهودة الإسكارس راح تكون ثنائية الجنس يعني ذكر وأنثى، مثل ما تلاحظون الجزء الأيمن الطويلة العريضة هذه شنو؟ الأنثى الفيميل،
وعلى جهة اليسرى هاي الميل، تكون الأنثى أعرض وأطول والميل يكون أرفع وأقصر. هذا الجزء العريض منها طبعا هو الذكر يستقر بي، يعني شلون الستاند مع الموبايل عينه نفس الشكل. هذه التينيا سوليوم والتينيا سجناتهم، هاي طبعا دودة البقر الشرطية التينيا سجناتهم، هي ايضا تكون خنسية وطويلة جدا، قد تصل طولها مترين او اكثر، في تستقر بامعاء الانسان مثل ما هسه راح اراويكم صورة اخرى. اما هذه اللي تلاحظوها التينيا سوليوم، ها طبعا بالخنازير موجودة، احنا ما نتناول الخنازير، فلذلك اكثر شيء منتشر عندنا التينيا سجناتهم. هذه السيشتوسوما مثل ما تلاحظوها، هذه الديدان المفلطحة نسميها والمسطحة. النيماتودة الديدان الخيطية مثل الإسكارف مثال عليها، السيستودة التيبورم نسميها الديدان الشريطية، تكون طويلة جدا وخنثية، التينيا سوليوم التينيا سجناتم. تريماتودة الديدان المسطحة مثل السيشتوسوما. ننتقل الآن إلى الأجهزة المختبرية، The instrument using in the lab. شو راح نستخدم في مختبر الباراسايتولوجي؟ راح نستخدم الميكروسكوب، طبعا هو مهم جدا وكلكم شايفين، السنترفيوج اللي ترسيب الإدرار، والإلايزا وفلورسين تكنيك، هذه اختبارات مناعية. هذه الاختبارات المناعية نادرا ما يستخدموها، ليش؟ في حالة إذا موجود الانتيجين بالمختبر للكشف عن الانتيبادي المتكون بالجسم ضد الباراسايت، فهذا نادرا ما موجود في المختبر، غالبا ياخذون الادرار او الخروج او الدم اذا كان مطلوب للبلازموديوم مثلا، ياخذوه العينات وراسا يفحصوه تحت المجهر. وهرشي البوليمريز تشين رياكشن، هذه ايضا نادرا يستخدموه، هذه اختبار وراثي جينيتيك، ايضا يبحثون عن الدي ان اي او ار ان اي للباراسايت. ننتقل الان الى اللابراتوري دايجنوسيس. طبعا اللابراتوري دايجنوسيس ديبيندينج اون ذا نيتشر اوف الباراسايتيك انفكشن، شنو نوع العينة وشنو نوع الاختبار اللي راح نستخدمه اعتمادا على الإصابة شنو هي، شنو نوع المصاب. The following specimen are selected for laboratory diagnosis. 1. Blood. In those parasitic infection where the parasite itself in any stage of its development circulate in the bloodstream. الدم، متى ناخذ عينة الدم؟ ناخذها عندما يكون الباراسايت في أي مرحلة من مراحل حياته هو يدور في الدم، يعني في أي مرحلة من مراحل حياته يكون هو بالدم، وإلا لو هو ما موجود بالدم فلماذا احنا ناخذ عينة الدم؟ احنا باختبارات الباراسايت نبحث عن الباراسايت أو أي مرحلة من مراحل حياته. زين، examination of a blood film form one of the main procedure for a specific diagnosis. For example in malaria. طبعا انا راويتكم البلد سمير وكيف نعملها، كيف انه ناخذ قطرة الدم من الوخزة الاصبع او من الـ ADTA tube ونضعها على السلايد، وبطريقة النشر ننشرها ونصبغها بالقمزة او الليشمانية ستين، وبعدين نفحصها تحت المجهر. راويتكم كيف انه هنا نرى الوايت بي سي، كيف عددها الايوسينوفيل. طبعا هذه المحاضره كانت اساسيه لهذه المحاضره الباراسايت، حتى شوفوا شلون الربط واضح جدا، وهسه راح تشوفوا لي قدام. فهذه يعني مهمه في في الكشف عن مرض الملاريا، وهسه راح اراويكم اياها بالسلايد. كيفيه انه فحص الدم مهم جدا في كشف البلازموديوم. شوفوا مثل ما تشوفون هذا البلازموديوم بيفاكس inside the red blood cell، مثل ما تلاحظون شون واضح جدا هذا الطفيلي كيف انه هو بالريد بلاد سيل. شوفوا
الثنين الأخير شيء على جهة اليمنى صعدوا شوية فوقها، الثنين فوقها راح تلاحظون مثل المحبس، شكل المحبس الرينج ستيج، هاي نسميها الرينج ستيج. هذه صفة تشخيصية مهمة جدا للكشف عن مرض الملاريا. الرينج ستيج هاي أحلى مراحل البلازموديوم، أحلى مراحل دورة حياته، راح يكون شكل الحلقة مثل الدائرة، وبعدين شلون الشذرة اللي بالمحبس مثل ما تلاحظون إن شاء الله واضح. إذا نجي لاختبار الستول، الستول examination، examination of the stool form forms an important part in the diagnosis of intestinal parasitic infection and also for those helminthic parasites that localize in the biliary tract and discharge their eggs into the intestine. الستول طبعا الخروج تعرفون بفحصة مهم جدا في الباراسايت، مهم جدا لان اغلب الباراسايت تستوطن بالقناة الهضمية، فلذلك غالبا ما الباراسايت تكون التروفوزويت قد موجودة، وفي اغلب الحالات نوجد السيست موجودة. زين اذا كانت هناك ديدان هيلمينثس راح نلاحظ الاوفا واضحة جدا في اغلب الديدان، ونادرا ما نجد الدودة يعني كلها تنزل بالكامل، لا غالبا احنا نلاحظ الاوفا السيست، ونادرا ايضا نلاحظ التروفوزويت. ففحص الستول مهم جدا في تشخيص الباراسايت. كيف نعمل الفحص؟ الفحص راح ناخذ سمول اماونت من الستول، طبعا كمية قليلة جدا بالستايج، وقد نريد نضع لها يا اما ايضا قطرة صغيرة من النورمال سالين، او قد نضع لها الايودين بكيفكم، وبعدين راح نمزجهم وتالي نفحصها تحت الميكروسكوب اما بعدسة 10 او عدسة 40، لانه الباراسايت هي عادة اكبر من البكتيريا. البكتيريا عادة تنفحص بالأويل إمرشن، لكن الباراسايت ممكن أنه بالأربعين إكس أو العشرة إكس تنفحص، وإذا احتاجتوا يعني تلاحظون يعني ممكن أنه تأخذون بالأويل إمرشن، لازم تحطون قطرة زيت على السلايد وتفحصوها بالأويل إمرشن. ننتقل الآن إلى اليورين والسيبيوتوم. اليورين when the parasite localized in urinary tract، نادرا ما الباراسايت موجود باليورينري تراكت، غالبا هو موجود وين بالستول، لانه اغلب الباراسايت هي مستوطنه بالقناه الهضميه، الا في بعض الحالات هي تنتشر بالدم، لكن نادرا ما نوجدها بالادرار. والسيبيوتوم ايضا نادرا ما نجد الباراسايت بالسيبيوتوم. Examination of the sebutum is useful in the following in cases where the habitat of the parasite in the respiratory tract، نادرا ما يوجد الباراسايت في respiratory tract، لكن ايضا في بعض الحالات توجد اصابات طفيلية في الجهاز التنفسي. ننتقل الآن للإنديركت إفيدنس، نجي للطرق الغير مباشرة. هسه الطرق المباشرة عرفنا عينة الدم وعينة الإدرار وعينة الخروج وعينة السيبيوتوم، هذه طرق مباشرة. لكن في حالات غير مباشرة للكشف عن الباراسايت، change indicates of intestinal parasitic infection are changes، التغيرات الانديكيتف of intestinal parasite infection شنو هي؟ اما تغيرات سيتولوجية او اختبارات، يعني اما نستخدم التغيرات السيتولوجية هل تكشف لنا عن الباراسايت، يعني ما نشوف الباراسايت نفسه راح نشوف التغيرات الموجودة فهي راح تدلينا عن الباراسايت، او قد نختبر اختبار سيرولوجي، طبعا هذني نادرا ما يستخدمن، لكن هنا ايضا مهمات جدا. السيتولوجيكال تشينج ان ذا بلاد، مثل ما يعني احنا مسوين بلاد سمير ودنشوف، من نلاحظ ايوسينوفيل often gives an indication of tissue invasion by helminthus، لما ترتفع الايوسينوفيل هاي راح يدل على انه جسم بي
ديدان فيلامنتس. Reduction in white blood cell count إنه من تنقص الوايت بي سي هذا دليل على الكلازار. الأنيميا الصيب الجسم هذا دليل على أنه هوك وورم موجودة. الهوك وورم طبعا هاي الديدان السبب نزف لأن الثاقبات هي السبب تمتلك خطافات راح تسبب نزف بجسم الإنسان فبالتالي راح يخسر جزء من الدم. أما الملاريا بالبلازموديوم هو اللي يصيب الار بي سي بالتالي راح يقلل من الهيموغلوبين الموجود بالجسم راح يخسر عدد الإنسان عدد من كرات الدم الحمراء أيضا ويخسر من الهيموغلوبين. والسيرولوجيكال تيست أيضا نادرا ما يستخدم في اللي يستخدم في حالة إذا are carried out only in laboratories where special antigen are available. لما أكو انتيجينات للباراسايت اذا راح يستخدموه للكشف عن الانتيبادي المتكون في جسم الانسان نتيجه وجود الباراسايت. فنادرا ما نستخدم السيرولوجي او البي سي ار هذين نادرا ما يستخدمان في الاصابات الباراسايت. في عاده احنا في المستشفيات او في المختبرات اول ما يصير الانسان يحس بانه عنده اصابه باراسايت سواء هلمنثس او تروفوزويد رأساً حيسووا له فحص خروج إذا كان طبعاً بالأمعاء غالباً سووا له فحص خروج ويشوفوه تحت المجهر يفحصوه تحت المجهر والعفو بدون تصبيغ للخروج مجرد أنه يأخذ الخروج ويخبطوا ويا النورمال سلاين ويفحصوا تحت المجهر. إذا مثلاً أكو ملاريا شاكين بالملاريا بسبب الحمى اللي تروح وتجي برضو حر يعني متفاوتة فبالتالي حياخذوا له قطرة دم ويسووا له البلاد فيلم ويفحصوها تحت المجهر للبلازموديوم للملاريا. هاي اغلب الحالات المرضية للباراسايت لكن البقية هي نادرا ما تستخدم. راح اراويكم بعض الشغلات هاي انا سويتكم اياها. الايوسينوفيل لما ترتفع إيوسينوفيليا هاي زيادة بالإيوسينوفيل لما تزداد التشو انفيشن باي هيمنثس دليل على انه التشو النسيج مصاب بالديدان. الوايت بلاد سيل كاونت لما يقل دليل على انه مصاب بالكلازار المرض بسبب الليشمانيا. الاتش بي لما يقل يعني انيميا هذا السهم شوي صعد لفوق. الاتش بي لما يقل انيميا يعني دول ليش بسبب الهوك وورم قلت لانه هاي تمتلك خطاطيف وتسبب تخدش بالجدار ونقص بالدم فبالتالي حيسبب انيميا. والملاريا ايضا هي تستقر بالار بي سي بالتالي حتسبب ان نقص بكريات الدم الحمراء وكذلك نقص بالهيموغلوبين يعني حتستقر بكريات الدم الحمراء فتحرمها انه تحمل الحديد. شوفوا مثل ما تلاحظون بهذه الصورة كيف انه الديدان غازيته للدماغ يعني حتى يعني مرات اكو صور بس ما شفتهن على الانترنت. بعض الاحيان الجمجمة مفقوبة وتخرج منها الديدان من كثر ما الديدان يعني استوطنت خلاص في مرحلة متقدمة بالدماغ. طبعا هذا الانسان اكيد مو صاحي. بعض هذه الهيومن اي انفكتد وذ راوند وورم هذه الديدان الحلقيه النيماتودا كيف انه مصيبه عين الانسان. اكستراكشن اوف اسكارس لومبريكوديس فروم جوجينوم فانتيروتومي هاي مثل ما تلاحظون اذا يطلعون العديد من الاسكارس مستوطنه بالسمول انتستاين للانسان. طبعا نطلعيها في اكستراكشن عملية جراحية عملية كبرى حتى يستخرجون الاسكارس. هاي مثل ما تلاحظون من الحالات البسيطة اللي يلاحظون الديدان هي تحت الجلد حالات بسيطة انه تكون قريبة من الجلد فبالتالي راح اراويكم صورة اخرى كيفية انه يقدر يطلعوها يلفوها على عصا لان هي تحب العصا. ها مثل ما تلاحظون يلفوها هي تقرب جزء قليل من عندها الذيل اول شيء هي
تخرجه الذيل تمدمت من راسها ابد. ف يعني الذيل ممكن نلف على عصا شويه شويه بحذر حتى لا تقطم جزء من جسمها تبقي وهي ترجع تدخل. فنخليها شوي شوي تحب تتف هي على عصا تلتف تتف الى انه نامن انه جزء كبير من عدها طلع. يلا نسحبها بسرعه حتى نخلص الجسم منها. لكن وهي خاصه يستخدموها الحاله بالعين، لكن اذا سحبنا جزء بسيط منها فاكيد راح تقطع الجزء المتبقي وترجع لمكان الاصابه للعين مثلا، بالتالي ما نقدر نخرجها. هاي مثل ما تلاحظون التيب بورم، الديدان الشريطيه كيف مستوطنه بالامعاء الغليظه. شكرا لكم، ان شاء الله استفادتوا من هذه المحاضرة وإن شاء الله ما عندكم سؤال بيها. هذه المحاضرة اتلخصت بعلم الباراسايت اللي هو حيشمل الإكتوباراسايت والإندوباراسايت. الإكتوباراسايت راح تدرس لنا المفصليات، طبعا المفصليات مو مهمة جدا لأن يعني هذا راح تدرسوها في علم الحشرات، فإحنا ركزنا على جزء المهم اللي هو الإندوباراسايت. الاندوباراسايت اللي تشمل التروفوزويد الاوليات والهلمنثس الديدان. التروفوزويد راح تشمل السليتد، الفلاجيليت، السبوروزوا، الامويبا. الامويبا مثل مثال عليها الامويبا انتامويبا هستلايتوكم اللي تسبب الزحار الاميبي، ومثل ما راويتكم اياها كيفيه انه الخليه تمتد بالاقدام الكاذبه سيدوبودا بعمليه البلعمه راح تحصل على الغذاء. اما الفلاجيليت بواسطه الاصوات راح تتحرك، وبواسطه السكر راح تمتص تلتصق على العائل المضيف مثل الجارديا لامبليا، راح تكون تعيش بالجهاز الهضمي للانسان. راح تمتلك 4 أزواج من الاصوات حتى تستطيع الحركه. طبعا هذه صب الجهاز الهضمي، وايضا تمتلك السيست اللي هي 4 أنوية بها. هذه للمقاومه للظروف مثل قله الغذاء او درجات الحراره. ايضا البلانتيديوم هي من السليتد تروفوزويد، وايضا عندكم البلازموديوم السبوروزوا اللي يسبب لنا مرض الملاريا اللي يصيب الار بي سي. اللي الانيميا هي انديكيت المن للاصابه بهذا الطفيلي. بالنسبه للديدان ذكرت التيبورن والديدان الشريطيه اللي هي سيستودا، والنيماتودا الراوند وورم اللي هي الديدان الحلقيه، وال ديدان السيستودا والتريماتودا المفطحة التريماتودا المنبسطة مثل السيستوسوما اللي تسبب البلهارزيا. وأيضا عندكم السيستودا مثل التينيوم تينيا سوليوم اللي يصيب الخنازير، والتينيا سجناتم اللي يصيب ديدان البقر الشريطية. ايضا ذكرت على النيماتودا الاسكارس وكيف انه الانثى هي اطول واعرض من الذكور. ايضا ذكرت لكم عن بقيه الكيسات اللي تصيب الانسان، كيف انه هذه الباراسايت تصيب الدماغ والعين وتصيب عدة مناطق بجسم الإنسان وتسبب مشاكل طبعا لا تحصى. تسبب عمليات فوق الكبرى، كدودة الأكياس المائية، هذه الرؤوس جدا صعب إزالتها، يعني رأس واحد إذا بقى حيسبب لنا أيضا أكياس أخرى، تسبب انتفاخ بالبطن يعني كبير جدا، عملية فوق الكبرى. طبعا قلت لكم اني تشخيص هذه الباراسايت حيتم اما بالبلد اذا كان مشكوك بملاريا، لان اكو مرات اختبارات ممكن كاشفه لهذا المرض، قد ما نلاحظ المرض نفسيته مثلا ارتفاع بالايوسينوفيل دليل على انه اصابه بالهلمنثس، اذا اكو قله بالوايت بي سي دليل على اصابه بالكلا ازهر، اذا كان
العفو إذا كان أنيميا دليل على أنه إصابة بالهوكورم أو إصابة بالملاريا. أيضا قلت لكم الستول إكزامينيشن، الستول هو اختبار مهم جدا لإصابة الباراسايت، وكيف أنه مجرد أنه نأخذ الستايد ونضع عليه كمية من الستول، ممكن أنه نحط له قطرة من الماء النورمال سلاين ونفحصه تحت المجهر مباشرة. وأيضا ممكن أنه اليورين في حالات نادرة والسيبيوتوم في حالات نادرة أيضا، وممكن أنه بالاختبارات السيرولوجي إذا كان موجودة الانتيجين للباراسايت المستخدم في حالة شنو. إذا موجود الانتيجين يكشف لنا عن وجود الانتيبادي المتكون بجسم الإنسان نتيجة للإصابة بالباراسايت. وشكرا.